راحت اسمعيني، بلاها انا قلت لي لا تساوي المراهقين اصلا. خلص كمان، مو بدك تشرط لحالك، انت قتلك الغرفه كلها. هلا اذا شربت شوي يكون ارتكبت جريمه، شو قصتك انت؟ ايه صح، شربت شوي، معك حق على فكره. كمان شوف حالك شو عم بتساوي، لك انت عايش لحالك ولا كانه في حدا عايش معك. لا تبلشي رهفه ببوس ايدك، نفس الموضوع نفس الموضوع، ما تعبتي؟ ايه تعبت كثير كمان، وما عاد فيني اتحمل. شو اللي ما عاد فيك تحملي دخلك؟ لك كمال انا ما عم حس بشي. لك عم تفهمني؟ انا ما عم حس انك موجود اصلا. لهالدرجة؟ ايه لهالدرجة واكثر كمان. لك انت بس بدك نجيب ولد، وانا ما عم بقدر اتحمل الفكرة. كمال انا ما بدي اقتل ولد ثاني. شو تأتي ولد ثاني؟ هلا الاجهاض بسبب الارهاق بتكوني قتلتي ولد؟ شو عم تخبصي انت؟ ما بعرف كمال، انا ما بدي اوقف بحياتك وما عم لاقي ولا حل. لانك ما بدك تدوري على حلول، ما بدك تلاقي حلول، عم تهربي منها. كل الحلول اللي بنعرفها ما فيها انا وانت مع بعض. لهالدرجه رهف؟ لهالدرجه؟ كمال كمال الله اتركني لحالي خلص. ماشي فوتي نامي جوا. انا ما عم بقدر ما عم بقدر، غرفتنا عم توترني عم بختنق، فهمني بقى. خلص بوس ايدك خلص، انا راح فوت على غرفتنا سوا، انا وانتي وبس.